مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من صحافة الغد نتناول فيه بالرأي والتحليل أبرز المستجدات في الصحف الصادرة صباح الغد بإذن الله. وبنبدأ مباشرة مع عناوين الأخبار، وبنبدأ من الأخبار. السيسي بيطلع على خطط تأمين الحدود مع ليبيا والاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية. من صحيفة الشروق، الرأي مسار مفاوضات سد النهضة أثبت تباينا كبيرا في وجهات النظر بين الدول الثلاث. من صحيفة اليوم السابع التعليم، كل طالب ثانوية سيحصل على حقه في التصحيح. الأخبار أيضا، طوارئ في الأحزاب استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ. مرحبا بحضراتكم جديد مباشرة، للروح للخبر الأول من صحيفة الأخبار ومن صدر الصفحة الثالثة. السيسي بيطلع على خطط تأمين الحدود مع ليبيا والاتجاهات الاستراتيجية للدولة. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء اركان حرب طاهر الظاهر مدير سلاح الاشاره بالقوات المسلحه، واللواء محمد البشاري رئيس لجنه الاقمار الاصطناعيه، اللواء عمرو فاروق كمان رئيس لجنه المحاول العسكري، والعميد محمد سعيد مساعد رئيس اركان سلاح الاشاره للمنظومات والشبكات الالكترونيه. صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على خطوط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العمق الاستراتيجي الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا والاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وجميع الاتجاهات الاستراتيجية وامتداد الحدود الدولية لمصر، كذلك أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات الحديثة. وكمان اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بمشروع إنشاء الشبكة الوطنية الحكومية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة، ولتدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية. عندنا خبر مهم جدا بالطبع، في يعني تفاوض من جديد حول سد النهضة ما بين مصر والسودان وأثيوبيا، يمكن بدأ بالأول من أمس، طبعا المفاوضات ابتدت لكن فيها طبعا تعثر وتباين في وجهات النظر ما بين الدول الثلاث، وبالتحديد طبعا ما بين مصر والسودان في كفة وأثيوبيا في الناحية أو في كفة أخرى، والأوضاع طبعا بتختلف كثيرا حول سد النهضة. تفاصيل الخبر بتقول عقد الفريق المصري مفاوضات في مفاوضات سد النهضة برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واجتماعه الثاني مع المراقبين والخبراء من أجل استعراض الموقف المصري لملء السد والتشغيل، وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث والتي أثبتت مسار مفاوضات تباينها بشكل كبير جدا بحسب بيان لوزارة الري بالأمس. وفق البيان، تناول الفريق المصري الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة. كمان أكد الجانب المصري خلال اللقاء أنها لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل بما فيها أثيوبيا، بل تدعم جهود الأشقاء في القارة الإفريقية من أجل تحقيق ما تصبو إليه من تنمية وتنمية الشعوب الإفريقية. لكن استعرض الجانب المصري أيضا الوضع المائي في مصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري اللي بتعد قضية وجودية، ويتم بالإشارة للمساعي الدولية والمصرية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث ويعزز التعاون الإقليمي بما يرتبط من خلال التقدم بمقترحات للتنسيق مع المعايير والمتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا. وكمان البيان تابع عرض أهم ملامح المقترح المصري اللي بيحقق الهدف الأثيوبي من توليد الكهرباء، وفي نفس الوقت بيجنب حدوث الضرر الجسيم للمصالح المصرية السودانية في إطار إعلان المبادئ، كذلك أسلوب التعامل مع أي مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق وبيضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي. طبعا في هذا السياق بنأكد لحضراتكم أن مصر توجهت بمذكرة لمجلس الأمن، وعقد طبعا في هذا السياق جلسة مهمة جدا عقدت يوم الاثنين الماضي ويتمخض عنها مجموعة من القرارات المهمة، وهي طبعا حسن الجوار والاتفاق
حول ملء السد، وكذلك الاتفاقيات الخاصة بإعلان المبادئ اللي وقعت في عام 2015، ولسه ما زالت الجهود الدولية والإفريقية لتقريب وجهات النظر ما بين زي ما قلت لحضراتكم مصر والسودان من ناحية وإثيوبيا من ناحية أخرى. لكن طبعا كل ما نحدث تقدم نوعي ربما إثيوبيا بتتراجع في هذا التقدم بشكل كبير جدا وبتعقد المسألة بشكل أو بآخر. هنروح لليوم السابع من الصفحة الأولى، التعليم. كل طالب في الثانوية العامة سيحصل على حقه تماما في التصحيح. رئيس لجنة الامتحانات: نقدر ظروف توقف الدراسة ووجهنا بالتزام السرية والدقة وانتهينا من تصحيح مادة اللغة العربية. دكتور رضا حجازي بيقول نائب وزير التربية والتعليم رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة، رسالة وجهها من خلاله لطمأنة طلاب الثانوية العامة اللي بيخوضوا امتحانات نهاية العام، مؤكد ان كل طالب سيحصل على حقه تماما في التصحيح. وقال في تصريحات: لا داعي اطلاقا لاي نوع من القلق او التوتر، وعمل التصحيح والتقديرات بتسير بشكل متوازن وبشكل كبير جدا. اوضح كمان دكتور حجازي ان هناك خطه زمنيه لاعمال التقدير والتصحيح، لافتا ان وضع الخريطه الزمنيه للتصحيح تم في مراعاه حضور مقدر الدرجات للكنترولات حسب المواد اللي تم وضعها بالفعل. واضاف كمان رئيس لجنه الامتحانات ان هناك تعليمات مشدده بشان الدقه المتناهيه في اعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصه بالطلاب. تعليق حول هذا الخبر بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي بجريدة روز اليوسف المتخصص في شؤون التعليم. أستاذ محمد برحب بحضرتك. تحياتي لحضرتك وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. أستاذ محمد، في الحقيقة طبعا كان في قلق بيصابر الطلاب وأولياء الأمور، ربما يكون طبعا في استعجال في التصحيح على حد كبير أو تخوفات من عدم دقة التصحيح والرصد بالنسبة لمن يقومون بهذه العملية، سواء من خوف من مثلا فيروس كورونا أو التقارب ما بينهم داخل الكنترولات. لكن في الحقيقة كانت في رسالة طمأنة من دكتور رضا حجازي القائم على أعمال الثانوية العامة كلها ونائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة. وجهة نظرك، قراءتك للتصريحات اللي صرح بها دكتور رضا لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور في هذا الشأن؟ يعني خلينا أقول لحضرتك في البداية، طبعا الدولة المصرية يعني بتراعي الظرف الاستثنائي اللي بيمر به طلبة الثانوية العامة وإن وزارة التربية والتعليم يعني وضع في الاعتبار ثانوية كورونا، وبالتالي هناك تخفيف من الضغوط على الطلاب في صيغة الامتحانات بتيجي تقريبا في مستوى الطالب المتوسط فيما أدنى. وعندي كمان المقدرين ومصححي الدرجات، هناك تعليمات مشددة أيضا من قبل وزارة التربية والتعليم إن هم يراعوا الظرف الاستثنائي للطلاب. والدليل على كده إن احنا في كافة المشاكل اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت من الأسئلة اللي كان فيها أخطاء، على الفور تم حلها تقريبا في نفس اليوم وتم توزيع درجاتها على جميع الطلاب. رسالة الطمأنينة اللي بيوجهها النهاردة الوزير أو نائب الوزير هو رسالة من قدر التخوفات اللي موجودة على السوشيال ميديا من الطلاب وأولياء الأمور، وكانت رسالة طمأنة إنه تقريبا رصد الدرجات ومقدري الدرجات هيراعوا يعني الطلبة كل الرعاية فيما يتعلق بتصحيح المواد بتاعتهم. وعندنا دلوقتي تقريبا العينة العشوائية بتاع اللغة العربية والعينة العشوائية بتاع اللغة الأجنبية الأولى تقريبا دلوقتي نسبة النجاح فيها 90%، لكن لم تنتهي بعد التصحيح بصورة كاملة في كل الكنترولات. تقريبا يعني المدى الزمني للتصحيح السنة دي هياخد منحنى أسرع من الأعوام الماضية عشان خاطر اللي احنا تأخرنا في امتحانات الثانوية العامة وداخلين على منحنى التنسيق ويعقبها دخول أو بدء العام الدراسي، وبالتالي الخطة الزمنية مضغوطة مع التشديد على الرقابة ومراعاة المقدرين لكافة الظروف الاستثنائية اللي بيمر بها الطلاب. نعم أستاذ محمد، بشكل عام سير العملية الانتخابية السير العملية الخاصة بالامتحانات شايفها ازاي أستاذ محمد؟ يعني العملية الامتحانية يعني احنا افتكر لما كنا بنتكلم معكم في بدء الأمر كان هناك عملية تخوف من الإجراءات الاحترافية المتخذة من قبل الدولة المصرية بشأن كورونا. الوضع مختلف دلوقتي تماما، حالة من الهدوء بتسود جميع اللجان الثانوية العامة، الإجراءات الاحترافية بتسير بصورة مش عايزين نقول يعني 100% لكنها بنسبة تفوق 90%، ودي نسبة كويسة جدا لأن في عوامل بشرية فيها أخطاء بطبيعة الحال، لكن هناك عملية اطمئنان. وبعد ما السيد الرئيس التقى برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم أصبح الاطمئنان أكثر، وأن طاولة الثانوية كورونا على مائدة الرئاسة شخصيا، وبالتالي أنا شايف إن في تحسن يوم بعد يوم في الإجراءات الاحترازية، وفي حالة التخوف بدأ يهدى تهدى بعض الشيء أو بصورة كبيرة
خلال الفتره الماضيه، واعتقد انها تستمر الطمانينه باستمرار، خاصه احنا ما سمعناش ان بسبب تواجد الطلاب في اللجان او اعمال التصحيح يعني كان هناك انتشار للفيروس على ما كان يتخوف منه البعض. اعتقد ان العمليه بتسير بهدوء تام وباجراءات احترازيه يوم ورا يوم بتفرق. نعم، أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة الأستاذ محمد الشرقاوي، الكاتب الصحفي برازيل يوسف والمتخصص في شؤون التعليم، شكرا جزيلا لحضرتك. أهلا بحضراتكم جديد. في الحقيقة في الأمس في يمكن مؤتمر مهم جدا عقد للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس اللجنة، وطبعا أكد فيها على المواعيد الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، إن شاء الله هتكون في الخارج يوم 9 ويوم 10، هتكون في الداخل يوم 11 ويوم 12 أغسطس بإذن الله، هتكون الإعادة يوم 8 ويوم 9 سبتمبر، تشكيل المجلس بشكل نهائي هيكون يوم 16 سبتمبر القادم بإذن الله، ودي بداية خطوة جديدة جدا على الطريق الصحيح بإعلان وجود مجلس الشيوخ وولادته من جديد، لكن باختصاصات مختلفة نص عليها الدستور والتعديل الدستوري اللي كان في شهر إبريل الماضي. بنتكلم من الطوارئ في الحقيقة، الأحزاب أكبر الأحزاب الموجودة في الشارع بيتحدث عنها رئيس حزب مستقبل الوطن، إن تم توجيه دعوة للأحزاب للتشاور والتنسيق بشأن انتخابات مجلس الشيوخ، وأكد الحزب سعيه التام لتشكيل قائمة وطنية تضم مقامات متخصصة في جميع الاتجاهات. أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل الوطن صاحب الأكثرية البرلمانية في تصريحات صحفية أن الحزب نظم العديد من جلسات الحوار المجتمعي، وأضاف أن الحزب مقبل على تشكيل ائتلاف يتطلب الكثير من الهدوء، وعرض الحزب فكرة التحالف الانتخابي على باقي الأحزاب، وأكد أن الحزب معني بالحفاظ على الأحزاب الأخرى وقيمتها وقدرها في الشارع، لكنه أكد في ذات الوقت أن كل يدرك قدره وقدر وجوده في الشارع المصري. ده بالنسبة لتصريحات رئيس حزب مستقبل وطن، لكن كمان في تصريحات لرئيس حزب حماة وطن اللواء أسامة أبو المجد نائب الرئيس، اللي أكد كمان أن الحزب على استعداد تام لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي المقبل سواء على المستوى الفردي أو القائمة، وأشار أن الحزب سيشارك ضمن القائمة الوطنية اللي هيدفع بيها إن شاء الله ائتلاف دعم مصر للانتخابات المقبلة باعتباره جزء أصيل من الائتلاف البرلماني اللي يشارك فيه بكل قوة. كمان عندنا المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الجديد، أكد كمان أن الحزب منفتح جدا على كافة القوى الوطنية لما في صالح مصر، وأن الحزب حريص على ترجمة المادة الخامسة من الدستور اللي بتنص على التعددية الحزبية لتكون أمام البرلمان فرصة توافق وطني كبير جدا. وأكد كمان ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب أن الحزب في انعقاد دائم، وتم تشكيل لجنة لاختيار نواب مجلس الشيوخ ومن بعدها اختيار مجلس النواب إن شاء الله. كل التوفيق لجميع الأحزاب المصرية أو حتى المستقلين اللي يخوضوا الانتخابات في مجال مجلس الشيوخ القادم، لأن في الحقيقة يعني دور كبير جدا سيحظى به مجلس الشورى، مجلس القامات أو كما يعرف بمجلس الشيوخ، إن شاء الله يكون كل التوفيق حليفه من بعده البرلمان المصري أو مجلس النواب. هنروح للخبر الأخير من اليوم السابع من الصفحة الأولى، إعلام إيطالي مصر غيرت خريطة الغاز في العالم. ظهر وبشروش ونيتكو ون أهم اكتشافات شركة إني الإيطالية وصحيفة مصر محور الطاقة في منطقة الشرق الأوسط. في الحقيقة في وكالة إيطالية أكدت أن القائمة الخاصة بالتعددية والعلاقات المصرية الإيطالية بتحظى بدعم كبير جدا، وأن في حوالي 7000 مواطن إيطالي مقيم في مصر، ونصف مليون سائح إيطالي بيجوا مصر كل سنة. والحقيقة كمان أشارت الوكالة الإيطالية في التقرير الخاص بها، وفقا لبيانات إحصائية قد بلغ إجمالي الواردات الإيطالية من المنتجات الزراعية من مصر حوالي 100 مليون يورو. الأرقام كمان قليلة جدا، والواقع بيحث على العلاقات المصرية الإيطالية في تطور وازدهار مستمر، وبيعزز تلك العلاقات للاستكشافات والاستكشافات المستمرة في مياه البحرية المصرية في البحر المتوسط من قبل شركة إني الإيطالية، واللي بتغير خريطة الغاز في العالم، وكان آخرها حقل بشروش للغاز الطبيعي، والتنقيب مازال مستمر في الأراضي المصرية وفي البحار، وإن شاء الله يكون الصحيفة بتقول إن في اكتشافات جديدة إن شاء الله الفترة القادمة. وكمان قالت أن مصر ستصبح محور للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة بعد إعلان شركة إني الإيطالية عن كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة المتوسط. وأشارت الصحيفة إلى أنها حظيت
بامتياز شمال المياه الاقليميه المصريه في دلتا النيل، واللي معروف باسم بشروش، واللي بيتم على عمق حوالي 22 متر وبيبعد 11 كيلومتر من الساحل و12 كيلومتر لشمال غرب حقل نورس وحوالي كيلومتر غرب حقل بلطيم الجنوبي الغربي. الحقيقة دي كانت إطلالة سريعة جدا على الأخبار، إن شاء الله تكون موجودة في صحافة الغد، حاولنا نستعرض فيها أهم المنجزات وأهم الأخبار اللي هنطلعها بإذن الله في صحف الغد. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وبإذن الله فريق عمل جديد في نفس الموعد بعد برنامج من القاهرة غدا. إلى اللقاء، تقبلوا تحياتي.